انا كفيف من ذوي الاحتياجات الخاصه، عندي واحد الاخ ديالي اللي هو ملي خرج من السجن ما تيحملنيش خرج عقبت في شهر واحد في شهر جوج نص ديال شهر جوج خويت المحل مشيت كان مجدود في السجن مده ديال 10 سنين اللي ضرب خرج ما حملنيش مشيت كريت قال لك مع الصداع ديال الولادي ولا داكشي ما حملوش مشيت هزيت ولادي مشيت كريت ما قديتش بالكرا ضربت حتى شهر 10 الاول فيه رجعت للمحل ديالنا قلت انا نجمعوا الشمال هذا وهادي ودوينا معاه ودوات مع الاخ ديالي بركنا صافي دازت واحد 5 ايام السيد ولا كيعاير بالهضره الخايبه ساد عليه بيته هو بيته وانا بيتي تيقول الهضره الخايبه اللي ما تتسواش يعني شي هضره اللي ما تتسمعش ليلا ونهارا هاد السيد كنقول يا ربي تهدي يا ربي تهدي دويت معاه والو ما سمعش الهضره ديالي مؤخرا هادي ملي دخل شهر 11 عاوتاني دويت معاه دار فيا عيرني واليوم اللي هو السبت والحد هاد اليوم السبت البارح السبت هضرت معاه السيد شعل معايا قال لي خرج ليا من المحل قلت لي المحل راه حنا في هاد جوج بويتات خلاتهم الوالده تبيت وانا بيت قال لي خرج عليا من هنا تولادك انا عندي ثلاثه ديال الوليدات واليوم الحد صدق ضاربني ضربني سب لي المراه صافي هو يشير عليا انا بكر وشي ما عرفتش شنو هو اللي ضربني بها ما تنشوف شيء وكان ما تنشوف شيء ما شفتش انا الضربه تجياني يعني ما عرفتش شنو هي اللي ضربني بها ضربني حتى في راسي واقيلا تعدت انايا في دراعي انايا كاع قبيش من هنايا وانا بقيت مشاد معاه ما طلقتوش حتى خرجته برا حنت خفت على ولادي يقتلني انا والولاد وداكشي وكان عنده شي مبوص وانا ما تنشوف شيء كان غادي يدقوا فيا وما غنشوفوش غادي يقتلني وانا غادي يقتلني انا ولادي قال لي انا بيني وبينك حساب قديم وانا ما عرفتش انا هذا الحساب اشنو هو دخل الحبس كنت كنتعافر وندبر من عند الناس وتنعطيه نصيفط ليه للحبس وكان وملي خرج من الحبس كسيتو وكنت كنتعاون معاه وتنطلبها من عند الناس اللي تيعاونوني ومؤخرا انا ما اشوف الجزاء اشنو الجزاء اللي دار معايا وراني كنت درت فيديو مع الاخوان اللي في كازا بانني انا بائع متجول تنتعاون مع الوقت كاين اللي يعاونك بشي بركه اللي قليله كاين نهار اللي يجيب الله كاين نهار اللي ما يجيبش الله بدراعي واخا ما تنشوف شيء تنتعاون مع الوقت ومعيش 4 ديال النفوس وانا هو 5 3 ديال الوليدات والام ديالهم وانايا تنتعافر وتنتقاتل مع الزمان عذبني العذاب الالي ما هادشي ما كنتش كنتهضروا منه ودابا راه باقي في الكوميسيريه وكنطلب من السلطات المحليه السلطات تدخل في هذه القضيه ونطلب من السي الحموشي وجلاله الملك يتدخل في هذه الحاله هذه هاد السيد راه تعدى عليا بغيتهم ياخذوا لي الحق ديالي انا ما بغيتش نبقى ساكن معاه في ذاك المحل انا كاع لان راه كرفصني.